هذا حنا في مكان وعر جدا مع الأمير متعب ومحمد الشويش السواق الكابتن محمد الله يحفظه يا رب. هذا وش اسمه يا محمد؟ هذه منطقة اللي بين أدقالة وبين البويردة لها اسم معين؟ منطقة في منطقة مثلثة ما بين ملهم والبويردة وأدقالة. وعره والله؟ والله وعره جدا، ويقال أنه سكنها قبائل قبل 2000 سنة. الله المستعان. ومساكنهم ما زالت موجودة. شوف وعوره. شفت على حافة، على حافة جبل. على حافة اي والله. شوف خطير. خطير مرة. شوف هذه الحافة تحت المجرف. سواقنا طاعة الرحمن. عشان كذا قلت لك لا تجيب موتر. صحيح. عرفت؟ صحيح. والله وعر يا محمد. جدا. هذا وعر ومصلح ابو فواز الله يجزاه خير. الدرب هذا واسام من اول ما احد ما يطلع معه. وانا انقص اصبعي في هنا. ليه؟ طاح عليه حصات وانا اشتغل معه. ليه؟ انا المعاوني. حاد هالحصى في ساعة لا 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 يطفي الى منها بالليل اي في الليل يطفي لا لا هذه يا محمد اول امس هذه الزلته اللي انت سويتها على اساس الطيور والبهايم شفت اللي هذا إيه؟ هذا اللي الصغير يصب وهذا الكبير الفايض يروح معه ويرجع يرجع منها نفس النافوره يا سلام هذا بنيناه بنيناه بريان بعرين تجي دودن كامل الله يجزاكم بنيناها الله شوفوا يرجع ثاني مره للقريب الله تونا في ذوي ذا عندي بالرجعي ذا جنبي شوف الطيور تعال اوريك اللي حصل وهذا حطيناه للدلو هذا لو مثلا الغطاس ولا شيء ايه؟ الدلو ذي يصب الواحد في هذا ويجي له بدل ما يروح يسحب من هناك ما شاء الله بيض الله وجهكم جزاكم الله الف خير والله يا اخي شوفها شوف هذا ايه؟ كله طلعوه الباكستانيين هذا طلعوه نظفوا الزليب الاول وش الكتابات التاريخيه ذي زين 2300 قال لي هو بالنسبه لي شلون 48% اخذنا منها اوه ما بين هذيات ومواطير وحصى وهذه بس كتبناها علشان هالمتنزهين ذول ان شاء الله انهم يحافظون يعني على المكان يحافظون على المكان ان شاء الله ما شاء الله والله هذه زادتها جمال بعد والله شو نسوي نبيها جزاكم الله الف الف خير والله شوف شوف ابو فواز هذا شايب ما قصر شوف صدقه للرعاه والمنتزهين والحيوانات والطيور نرجو عدم صيدها وتعاقب من الله بسبب موت فراخها عطش وجوع الله اذا دعت قدرتك على ظلم المخلوق فتذكر قدره الله عليك الله ان الله ان شاء الله يوفق منهم ما يجون شيء ولا يصيدونهم لانها تو الحجل فرج طال من هنا ما شاء الله لا تقول الحججون الصيدين يا رجال اما ما شفنا شيء الاول تقصد قبل 100 سنه صح؟ اي الله المستعان ما كنا سمعنا شيء ما شاء الله ما شوفوا يا جماعة شوفوا الجهود بيض الله وجهك يا ابو من معي الاسم الكريم محمد 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 الفواز محمد الفواز محمد بن فواز والنعم والله نعمة حالك والنعم والله بيض الله وجهك جزاك الله خير احنا ترى متطوعين بالحياة الفطرية ما شاء الله ومهتمين بالبيئة جزاكم الله تمام واللي مثلك شف جاي من الرياض علشانه الله يوحيك تمام شف هذا محمد الشويش وانتم يا اخوي سويتوا عمل مو بسهل سقيا الحيوانات العطشة وافضل صدقة سقيا الماء للبشر والحيوانات البطارية والقرص وش اسمه والمنظم فوق في هذا فوق هناك إيه على الطاقة الشمسية على الطاقة ما مستمر الإبل إيه؟ تشرب والغنم تشرب طيب تستمر ما هو ب 24 ساعة بالليل تطفى بالليل تطفي بالليل تطفى وفي النهار تشتغل ثاني مرة أبد وعلى هكذا تشرب والزائد يرجع للحشو علشان ما يضيع الماء طيب هذا ليش ما دفنتوه العود؟ بدفن هذا كله بحط عليه حصى على اساس لو يجي واحد ولا كذا يشيله ها؟ هذا كله او السيل ايه يمكن على اساس ما يروح الماء نبي نطويه بس هذا تثبيت في الاول عشان نعرف ميزانيه المويه اي والله طلعناه من البيت ما شاء الله شوف الحصو هذا كله شوف كله طلعناه شوف يا جماعه الجهود شوف طلعناه من البير نظفنا البير جماعه بعرفكم على صديقي العزيز محمد الشويش هذا تراه ما هو عزيز هذا اعز ولا هو بقصور ابو فواز تمام
والله العظيم ان الرجال ذا زرع، تراه زرع اشجار، وشوفوا هذه هذه تراه ما خلف الكواليس اشياء واجد. احنا نحسب ان عندنا ناس بس تدمر، لا، عندنا ناس تبني وناس تسوي، بس الاعلام ما يطلعهم، ولنا حق اليوم ان نوريكم هؤلاء رجال لله. هذه ان شاء الله جزاك الله خير، ان شاء الله ابد ان شاء الله تلقى الدعاء من الناس ان شاء الله. وعمنا ابو فواز ما قصر. وشوف تخفف نقص منها علشان يبينا. لا لا عادي عادي، ايش باين؟ واضح واضح اي واضح. الصب الصب ها اللي يصب واضح جدا. طيب ما ها وشلونه؟ والله وصل لحللتها 1000 و1100 زين حلو. مو هو مو واحد جو واحد اول امس وعبى منه جيكات مو بهمات. لا لا زين 1100 زين. شوف الطيور، شوف سبحان الله جت تجمعت. مشينا تقهوى عشان الطيور تجي. بيض الله وجهك يا شباب، ما قصرتوا ما قصرتوا ما قصرتوا. هذا العمل المفروض اي واحد عنده شعيب مثل كذا وبير قديم لا يهدمه ولا شيء. خلص يا اخي يسوي الحركه ذي سقيا، والحركه ذي تراها كلها 350 ريال الى 400 ريال، ما هي بشيء ابد. شوف البطاريه والمنظم وذا فوق فوق فوق. إيه نروح نشوفه. هذا روح منه. هذه كود ان الله ان شاء الله يهديهم انهم توعية زينة. والله ارك من هنا كل هنا ان شاء الله في ذيها من هنا عشان. اوه تسلق يعني لازم تصير من الاولين عشان ترقى. طيب والجيل التالي ما نعرف حنا. ها اقول لا صلفط انا ويا انا ويا هالكاميرا بالقليب. ها بالقليب هذه الطاقة الشمسية شفتوها. هذا وش اسمه هنا؟ ايوه هذا المثبت والبطارية. هذا مثبت والبطارية. طيب في احد يحرسها يا ابو فواز؟ ابد الله سبحانه وتعالى، لك ولله الحمد لله مده ولا جاء احد ولا ما شاء الله ما شاء الله، الناس فيهم خير. ابد ولله الحمد. واللي ياخذها الله يجزاه خير، لكن يا اخي حرام هذه. الحمد ما جاء يعني لها ما جاء تبي واحد ولله الحمد من حطيناها الى اليوم ولله الحمد. الحمد لله. انا اجيها يوميا ولله الحمد ولا جاء احد. بيض الله وجهك يا ابو فواز. هذا الحصن شوف اللي هذا الحصن القديم. هذا حصن قديم. مبني من زمان عاد ما يدرى عنه في تاريخه. علمنا تو هذا هذا ساقي قديم. ساقي للبركه هذيك. يعني الزليب كم عمره قديم الزليب ذا؟ والله يقولون 2000 سنة يقولون. 2000 سنة؟ لكن قبل 2000 سنة جزاكم الله خير. جزاكم الله خير وبيض الله وجيهكم. حضرك شاعر على ما قال. جزاك الله خير. اي والله. عمل جليل حقيقة. فواز استاذنا هو طلع صديق وان شاء الله اجره ان شاء الله لكم ولاهل المحل هذا بعد ان شاء الله. شوف ابو فهد شوف العصفور. لا ما في شك هذه نعم والله هذا تمتلي هذا طيور يمتلي يجي 200 طير. ما شاء الله ما شاء. طيب ما زرعتوا حوله شجر غاف ولا شيء؟ كم طلحه طلحه انت راعي الطيور شوف جرتها شوفها واجد شوف ها؟ الله اكبر شوفوا يا جماعه شوفوا شوفوا احياء الارض احياء الارض القديمين احيوها وعاشوا عليها وعاشت بهايمهم والطيور وايضا اشياء كثيره وجرى هنا الغزلان وانواع الوعول تشرب منهم ولا اذوها يصيدون صيد خفيف بسيط لكن الان للاسف الشديد جو شباب ما ادري حتى العصفور الصغير هذا اللي على هالطول قضوه شفت الطير عند الماء شوف ما في احد خوفها لان ابو فواز هنا يعني انسان مسالم لو بس الطيور تجي عندنا قريبة مثل دول العالم، ليش دول العالم لما يحافظون عليهن؟ فيه نظام، يا ويلك لو تمسك واحد منهن. عندنا هنا القميرية تدربل عليك من كيلو، وإذا شافتك هجت. وش فينا احنا؟ ما احنا وحوش، لكن ينقصنا فقط التوعية. عندنا خير، ها ناظروا اللي بعضهم يسبون يا أخوي عندنا شباب، عندنا لا، عندنا ترى فيه ناس فيهم خير. والله فيه خير. بس ما حد يدري عنهم. وإذا سويت خير علم الناس. أساس يعملون هذه الأعمال اللي هي شرف وفخر أمام العالم كله إن شاء الله يبون يزرعون هنا أشجار طلح وغاف وغيرها
هذا طبعا من خدام البيئة قديما، والأمير متعب طبعا أيضا من خدام البيئة. وترى يا جماعة أي روحة نطلع حنا نزرع أو كذا ما يقصر، حتى أي معالم أشياء قديمة آثار الرجل هذا، يعني ماني بأمدحه، هو من حصل شيء يستاهله، هو يستاهل كل علم الغانم، ولا قصور أن بوبو فواز، ولا قصور بن محمد الشويش. فواز كم لك الآن وانت متابع للبيئة ما شاء الله؟ اي شيء القى جلسه ابدا اصلح لها طرق واصلح لها، القى شجره ابدا اقلم فيه وازين فيه، وان سال انه ذا ولا شيء حاولنا نحط له احواض يرد الماء عليه علشان يشرب. يعني الحين لك 40 سنه ها او 40 او 50 او 50 سنه، والحين في كل المناطق الحين كل ما جيت منطقه اشتغلنا فيها، ولا يعني هوايه يعني اخذتها من ابوك الله يرحمه، ولا 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 انت حبيتها؟ لا والله هوايه، ان انا احبها علشان الطيور. جزاك الله خير. حتى فيه محل عندنا في ذاك الحين جلتة هناك يمدينا عليها، أجمع النعمة اللي عندنا في البيت وفي الرياض، أنا ساكن في الرياض والاستراحة في ملهم، أجمع النعمة لمدة حوالي 4 أيام 5 أيام، لحم اللي جاي حق ذبايح، واللي يبقى عندنا لجم عزايم خدتها ورحت حطيت على الجلتة ذيك، الجلتة علشان هن يردنها في الليل. عنده يمكن 8 حصاني هنا، في حصات نحطها عليها إلى جف الليل، إلى يعدهن بالتريك 8 مولعتن عيونهن يحترنن يروح. الله أكبر. إلى جف باكر ما لقيت ولا نقطة من يعني يوكل كله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحط لياية وروس ومفاطيح نحطها، وإني لا جف من باكر ما لقى ولا. أبو فواز ولا قصور من بالأخوان. أبو فواز الواحد ما يدري وش يدخل الجنة فيه، يمكن بشجرة تنزرعها، يمكن بكلمة واحد مسلم دعاله، تمام؟ نعم طرق الجنة واجد، ولا هو فقط الصلاة، في أشياء كثيرة غير الصلاة، يعني الإسلام يبني ويعمر. فجزاك الله خير، وأشكر الأمير متعب على الكلام الطيب والمقابلة الجميلة مع أبو فواز. هذا دليل أن مجتمعنا مجتمع بيئي من الله خلقه، بس يحتاج من يعني يدعمه ويشجعه، وان شاء الله كل يعني الاخوان البيئيين فيهم الخير والبركه، وكلهم لخدمه هالدين والمليك والوطن ان شاء الله بعون الله. اي والله الشيبان وصونا على البيئه، وحنا اخذناها نفسها، بس الجيل الجديد للاسف يعني بتعرف السوشيال ميديا وغيرها اثرت عليه، فدورنا ننقل هذا الارث وهذه السلسله التاريخيه القديمه اللي نقلوها الأجيال جيل ورا جيل، المحافظة على البيئة وعدم قطع والرعي، حتى في حمى اسمه حمى ضرية، تمام، حمى قديم يعني فيه حمى وفيه أشياء جميلة رائعة، ننقلها للجيل الجديد اللي يشوفونا الآن على السوشيال ميديا ويشوفونا بالعالم كله. نحن ونبني حتى العيال عندي هالحين، والله الحمد لله علمتهم ما شاء الله، بدأوا تأثروا فيه. اي تأثروا الحين والله الحمد لله، إذا راحوا من هنا ولا من هنا ولا تأخذهم وهم صغار معك، يوم كانوا صغار تأخذهم معك، يروحون معي يروحون معي ويشوفون ذا ويحبون أنهم ذا. فيه جلسة في ذاك حطينا لها، لقينا شقين يظهر معه وحطينا قرو وسمتناه، وصار الجلتة عادي لبطة موية تخرب. اي ما في شك، هذا الحوص دورنا له حطينا له غطاء من السميد صار له غطاء. اي الى منه بغى واحد يتوضا ولا شيء يرفع اهلقه موية صافي ما فيها اي شيء من الحشرات، نازلة من الجبل، نازلة من الجبل جلتة، واللي تروح للجلتة هذيك كيف هذا الموية ذيك تبطي قراح ام ذي لا جم صافية تجي من الجبال، وحطيت لها غطاء. يمدينا عليها بفواز يمدينا عليها؟ والله ما ادري اخاف ان تاخر ولا مثل قراح الجم صافي غديره. عطنا عطنا الحب عطنا الحب حب وخلنا الحب. الله معك سكين على الاجواء. مع الوجيه الطيبه مع رجال البيئه ولا تغدى عندي باكر ونطلع الله يبارك. لا لا يمدينا يمدينا عليها بكره اخا ما يمدينا، لانها نزلت تهي صعبه، على الاقل نطلع عليها من فوق نطلع. شوفوا هذا البير القديم اللي سووها الشباب، طبعا هو قديم بس اعادوا تهيئته، وضعوا سقيا للماء على طاقة الشمسية، طبعا اذا تعبت من هنا ميزان تذهب مثل النافورة وتصب هنا، ثم تعود بهذا الشكل على الطاقة الشمسية، وهذا السلك حقها، وايضا هنا
إذا ما فيه كهرب ولا فيه شيء بإمكان أي واحد يشرب من هذا البير. بعض الناس يضيعون مثلا بالصحراء، هنا فيه شيء أمان لهم. هنا فيه قلعة، حصن قديم جدا، يقولون له 200 سنة، ناس يقولون 300 سنة، ناس يقولون أكثر وأكثر. قليل من يتكلم عن تاريخنا. عيد اليحيى زميلي طبعا وصديقي العزيز، ودائما أرسل له أيضا، ما قصر سوى شيء، ولكن عيد بالحالة ما راح يسوي شيء، لازم تضافر الجهود. يعني تاريخنا ننتظر واحد أشقر وعيونه زرق هو اللي يكتب تاريخنا؟ وش فينا حنا؟ فينا صم بكم؟ هل نحن أغبياء؟ لا، حنا نورنا العالم سنة من السنوات، وإن شاء الله راح ينور العالم بفعل شبابنا. لكن ما هو بالكلام، ابحثوا عن هذه القلاع وهذه الحصون، وشلون بنوها، كيف بنوها، كيف نقدر نستفيد منها بعدين في فن البناء، انقلوها للعالم، شوفوا عندنا تاريخ، عندنا حضارة، عندنا آخرة. خلنا بندخل من داخل. شوفوا، توقع يا جماعة اللي حط الحصى هذه مات له 300 سنة 400 سنة، شوف الآن بدأ يتشطب. الله أكبر، شوف 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 فن البناء القديم، فن من جيل إلى جيل. شوف الشجرة هذه حلوة، عجبتني، مليانة شوك لكن خضراء بعز الصيف. شوف شوف الله أكبر، شوف حطه وكيف البناء، شوف الأسمنت ولا شيء، طين طبعا بعضها محروق يقولون، وقوي جدا مثل الحصى، وأيضا الحصى رصف جميل ورائع جدا. هذه الطريقة نجدها عند الكثير من البلاد العربية. حتى الطين هنا شوف قوة، الله أكبر، شوف الخشب القديم وصاير فيه مكلة الأرض. هذا الخشب أصلي ما فيه مغشوش منه ولا منه، شوف كم سنة له. الله يرحم من بنى. أقول لكم فن البناء القديم فن رائع، يكفيه فقط أنه عاش 400 سنة، يعني أي بيت يعيش 400 سنة، وبعضها أقدم من 400 سنة. هذا يدل على فن البناء الرائع والجميل. ونفسها هذه الصخور من البيئة، فيه كتاب هنا بس الظاهر مكتوب أرجو المحافظة عليها، بس ما هو واضح. وجاي الناس عبثين، شوف قاعد يشطبون يخربون، سبحان الله العبث في كل مكان. الله يهديهم يا رب. أها، الله الله المستعان. يا ما صاح من طفل هنا، ويا ما أم نادت طفلها، ويا ما واحد قعد يزين القمح هنا، وقعد وش أقولكم، حياة راحت. الآن أنا أمشي لوحدي في هذا الوادي. أتوقع قديما كان فيه ناس، شوفوا سبحان الله يا جماعة الصخور كأنها مرصوفة نفس الروماني، شغل عدل، هذا من شغل الله سبحانه وتعالى. شوف شغل الطبيعة الرائع والجميل. الله أكبر، سبحان الخالق المدبر في كل شيء. هذه أيضا بعض القلاع القديمة، ما عاد بقى منها شيء. نار فيها ثار، أنا برسلها العيد ليحيى زميلي، وبقول له شوف يا عيد وش فيه المكان هذا، لازم أحد يبحث عنه. شوف شوف هذه مثل زلت هنا، شوف هذه غرف، غرف مليئة بالغرف. ايه طبعا نكلم عيد على اساس عيد ما شاء الله عنده ام بي سي وعنده كذا مصورين منتجين، لازم حنا كلنا نحاول نتكاتف، ما في مصالح، ما نبي كذا، ما نبي هذا يطلع على هذا وهذا انا احسن وانا احسن، لا، هذا الشيء الموروث هذا لنا جميعا، هذا في كل مكان، في الوطن العربي، في الوطن الإسلامي، هذا لو ما هو بلي وحدي، هذا للجميع. شوفوا القلعة والحصن التاريخي القديم. الشباب ينادوني، أنا ترى لمني دخلت بالشعيب انسجمت، ما عاد يدرون ويني فيه. خلنا بنروح لهم. شوفوا وعورة المكان اللي حنا نجي فيه،
مكان وعر جدا، ترى نتعب خلف الكواليس يا جماعه. شوف شوف مكان وعر، هم لو يخلوني هنا ما في احد. ها خلا بس يا حلو الارض يا اخي اذا سلمت من عبث الانسان. هذا ابو فواز حط مصلى وفرشه بلبر للناس، تمام، وحاط زير ماء ما كرسي والحصى، هذا كرسي. ها شوف يلا يلا، وهذا زير وحاط مصحف، تمام، وشوف ايش كاتب. عاش والله ابو فواز عاش. ادعوا له يا جماعه ادعوا، هذا حامي البيئه صح. يلا نبي ننزل الحين. شوف هذه اثار قديمه، هذه الزلت جينا المويه في الشتاء توصل الحصات، هذه الحصات تصل هنا المويه بالشتاء تصل الحصات هذه بيض. الله اكبر. ولو انا افكر لو يحط هذاك حصى لا 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 انت لا 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 ها لا 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 هو يمتلي طول عمر الى الحصى الى الحصى البيضاء. انا اقول لو يرفع حط حصى هنا ارتفع زاد شفت الحصى، مو بهذه اللي وراها هذيك عند الشجره، مو الشجره الثانيه، لو يحط فيه حصى. وهذا وعر النزول له. لا 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 تنزل، تعال تقدر تنزل؟ ايه تعال ما يحتاج، وين تروح؟ تعال لا يكفي يا رجال، اوريك قدرة الله بس تعال. انا بنازل عندها. لا لا بس بوريك منظر جميل. هذا فيه الظهر التين البري يمكن نلقاه. تعال ابو شوف شابين النار فيها تحت. ها؟ ابو شابين اللي يخربون يا كثرة. لا دليلها يعني معروفة. هذا محمد الشويش رجل الصحراء. ها يجي فيها خواجات هنا اجانب يجون؟ لا ما شاء الله. هذا كانت الوعول تاكله ترى اول، هذه عزلها ارض الوعول والوبران اول راحت. شوف هنا الوبران المابره اول، شفت ابو فهد الوبران اول مثل هذا، هذا تعيش فيها. يا سلام قديمه ولا احسن منها والله. شوف الشفلاح هنا هذه بدك تنام فيها والله. ذي شيء ذي، تعال اوريك شيء اذا جا في الشتاء. الله تعال اذا جا الشتاء خذ هنا. هلا يا محمد. إذا جا الشتاء جا كلمة من هنا، شف شلالات، شف من هنا جاك مدرهم على طول يصب هنا، يعني هذه بركة. ايه ها تمتلي إلا الحصاد ذيك. الله ود الواحد يفسخ ثيابه ومحيفرة ومحيفرة يسبح. أوريك ولدي يوم يطب. لا طب هنا هنا من هنا طب من هنا من هنا طب. أوه ما شاء الله عليه. غويطة من داخل؟ لا بس كانت مليانة طب. ايه اكيد، اما الحين يضربه ترى الحصى لو يطبع الحين ضربه. هذا نخل فيها شفه. ايه ينخله. ايه وابو فواز شف الحوض حقه اللي هو حاط عنده نخله. ابو فواز ما شاء الله نازل هناك. ايه ما شاء الله. هذا الحاط وين الحوض؟ حاط عنده نخله حوض. الحوض اللي فيه ماء الحلو اللي فيه ماء النظيفه ما هي بوسخه. تصب وتقطر فيها. بيشرب الواحد نازل ما يكون. عنده نخله. شوف المويه تجي من هنا. محمد شوف التين الصفصافي هذا، شوف هذا هو هذا التين الصفصافي. أيه. هذه نفسها الفكس، هذه تصير شجره ضخمه. أيه. طبعا هالبذر هذا هي تاكلها الطيور. أيوة. لكن ورقها لا سام، يقول ما ياكلها البهايم سبحان الله. وريحته ريحه التين تصير كبيره هالشجره، ريحته حلوه. ايه فيها الثانية الحماط التين البري يوكل ذاك موجود بجبال طويق. يا حلو هالمنظر بس. ها شوف 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 الله مذيب بن عوى.
لها اسم محمد هذه؟ هذه الذباحية. الذباحية؟ اي. والسلام. ما ودي الواحد ينزل. لكن على طول النعال المشكلة ما هي النعال الرياضية تزلق على طول. شعيب هادي هادي مرة. الله من وعد، الله من وبر أول راحت، ما بقي لها المنظر الجميل. وإذا تدخل فيها الإنسان بدون دراسة راح تروح. شوف هذه الغيران كانت فيها أول الضباع والذيابة والأماكن هنا يعيش فيها الوبران البرية وأيضا بعض الصقور في الأماكن العالية مثل الوكري القديم حق الجزيرة العربية اللي احنا انقرض اللي يشبه له قريب منه وبعيد أيضا هو وكري السودان اللي ينباع الآن. الوكري حق السعودية كبير حجمه والشهانة الجبلية كانت في روس الجبال. رحلة رائعة، شيء جميل. طبعا هذول الاخوان اللي معي اللي تشوفونهم هذول شف ما يسمعوني بعيدين، بس بقولها لكم بصراحة وصريح. انا حتى كلمت الامير قلت شف ترى انا ما اعرف، انا اللي بقلبي على لساني ابي اقولها لك. قال هذا احسن شيء، عاملنا مثل ما تعامل اي واحد، احنا اخوان وحنا ربع وجماعة. هذول مشاركين معنا في خطة الأمير محمد متعب بن فهد من أجل إنقاذ الصحاري. معنا حوالي 50 عالم، معنا 200 شخص، كلهم من أجل وضع خطط جميلة من أجل الحفاظ على الموروث وعلى البيئة العربية والبيئة عندنا عن الانقراض وعن التسحر من حيوانات من أشجار. هذول الرجال هم فخرنا، وكل رجل يحمي البيئة. هذا ولد محمد يبي نفس المكان، يبي يطب صواريخ. ها الله يخلي لك يا محمد. اوبا ما شاء الله. غويطه يقول عميقه عميقه. هي هذه قام كانت الحصات هنا. ايه قام كانت الحصات، شوف الحصات قريبه، الحصات السبية يعني دي. كانت امتدادها اكثر من كانت ارتفاعها كان واصل لذي الحد هذا. كانت عند الحد هذا ما شاء الله. يلا عاد امس الليل نبي نمشي. شوف الزهور وشوف النبات. هذا بالربيع. ها هذا بالربيع. طب ثاني فقط جازت له الشغله. طب ثاني مرات. اي الله المستعان. هذا وين يا محمد؟ عن هذا عن ملهم. عن ملهم جنوب ولا غرب؟ عن ملهم شرق. شرق ها؟ ايه؟ الذباحية. أظلم الليل. أظلم الليل. ترى يا محمد تظهر حياة باخر الليل هنا. هنا؟ ايه نعم. فيها الفار الشوكي. نادر طبعا موجود بجبال طويق، لكن الان يقولون انه الظهر انقرض وموجود. امشي انا ابو فواز هنا ايه؟ معه عصا يوم اظلم الليل. ايه يوم سمعنا خشخشه قالب عصاه وله على ام قرين. افعى افعى طولها مترين. اوه فككم الله. اي والله مع المتسال. يعني نحذر الشباب انتبهوا. نفس المكان ذا. ايه الله يستر. لكن الواحد اللي حصل نفسه عاد بكلمة تلتمت من شر ما خلق، وأيضا بعد يعمل الأسباب يعني ينتبه. أيوة. عيونه يشوف تحت ما هو بيروح فوق. سمعنا الصوت. لها صوت ها؟ صوت جلجلة. لا إله إلا الله. عاد سامة تراها. يلا يلا. أها.
اتمنى انكم عاد استمتعتوا بهالرحلة، ترها على بساطة لا مونتاج ولا شيء. ان شاء الله ان نجيها بوقتنا والاكثر. نبي نجيها ان شاء الله بوقت الربيع. الحين جايتنا هذه متاخرين، طلعنا من الرياض وكل شغلنا عاجل بسرعة بسرعة، لكن لنا ان شاء الله جاية احسن واحسن. محمد راح تشوفونه ان شاء الله في خطة الامير متعب بن فهد، هذا الرجل وش يسوي من اعمال جميلة لنا. هذا ترى احنا سوينا الفحص هذا. ليه؟ نقلع من هذا نحط. يعني انتم بديتوا تحطون رصفتوه للناس ايه؟ طريق. ايه؟ انتم ابو فواز. ايه الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. شوف محمد كم عمره، الشويش ابو فواز كم عمره، ما قالوا حنا ما نقدر، زينوا وهندسوا. فواز عمره 78 سنه. وفواز 78. شوف ما منع انت يا الشباب اللي تقول انا فاضي ليش يا اخوي، حط لك لو طريق تمشي به الاجيال يكتب اجرك يا اخوي، حط لك شيء بالدنيا وانت تاكل وتشرب وتنام، لا وتسب بعد. الله المستعان. وصلنا القمة، بنصلي الحين. هذا ابو فواز قبل شوي شفناه يشيل على البلاستيك، جزاه الله خير المكان نظيف. والله الرجل ذا لو تكلم الليل والنهار يا جماعة، ادعوا له تكفون، انا طالبكم. الله يلا يلا خلنا نروح جلسة هناك بهالبراد يحبه قلبك بهالتلعة. هذا الموية اللي حاطها للطيور. شوف خلص الماء، شوف البصخ شوف، شوف خلص الماء هذا من كثر الطيور. شفت عندها شيء الماء. اي لكن شف. لكن الماء هنيه لطعم. هذه فتحه صح التعب. الله الثنتين اي وتملاها مليين املها هذه، ولا مليت صبت هذه. اي ومتى ما جت على حد الحوض ووقفت. وقفت مره مره خالص مشيكه. هذا نبي نعبيها الحين. ابيها الحين انا اجيبها الحوض. خل خل لا لا, 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 لا. لحظه لحظه الله يهديك. لا خل اجيبها نعبيها الحين. هذا الجيك اني افتحها يا ابو فوز. وين تبي نصب فيه؟ هذه الفتحات ها؟ ايوه لا 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 والله لا والله لا والله افكرك لا يبا انت ابوي انت والد هات وين وين فيه خل 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 عنك خل عنك هذي تجعل هاليدين تسلم من النار يا رب بيض الله وجهك اول ما صبينا سبحان الله على طول النمل كانت الحية جعلنا من الماء كل شيء حي شوف فضلات الطيور من كثرها هنا تجي في الغار الوساخ هذه كل هذه لا اله الا يعني كمية هائلة مرة يجون تسبح لك ان شاء الله يمكن يشفع لك يوم القيامة هذه تشوف الحين اذا خلصنا من هذا ها تفتح هذا اللمبس ها ويصب يصب لين هنا حده لين يصل لا لين يصل منسوب الماء لين يصل هنا ثم يوقف خلاص وقف ايه يشرب من الطيور وش اسمه ويعطيهم شوي شوي كل ما شربا عطاهم كل ما شربا عطاهم جزاك الله خير جزاك الله خير امين الله هذه طلحه هذا يعني ربع الرياض مزروعه زارعينها هذه لها سنه الحين ما سقيت لا لا ما سقيت وخضره ما شاء الله من احسن ما يكون خضره الله اكبر هذه زارعينها انتم ها؟ الله الله هذه سلمه ربطناها وارتفعت كانت فارشه في الارض سلمه ذي ربطناها وشوف سبحان الله العظيم ما شاء الله شوف جلسه الحيه يا هلا والله خذوا لك ولا بزعم على العالم الله يطول عمرك جلسه مسويها الجلسه ذي شيء من الحصى وعد وعد قريبا شوف والله ما لك شيء ماخذها من برا وهاللمبه شغل عدل هذه شجره من الاشجار التي نجدها في الصحراء
وتحتاج إلى تقليم يساعدها على النمو. فالآن هذه قبل التقليم، هذه الصورة قبل التقليم. والآن وبعد أن تم تقليمها وإزالة الزوائد التي أسفلها وتحول شكلها إلى شكل جميل ما شاء الله تبارك الله.